يواجه فريق الشباب فريق النصر في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكي تشاهد معنا المباراة مع لايف بزر اللايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى لمباراة ملعب الشباب كريب ستاديوم في تم الساعة التاسعة ليلا بتوقيت السعودية وقطر والامارات والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس سوف تلقى المباراة عبر قناة اس اس سبورت و HD5 الناقل الحصري والبث المباشر لهذه الموجة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة امتعا لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل كي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة وفريقك المفضل بالأخص ونضرب لكم مواعيد في موعد قادم